بين المرشحين كان سي العنصر يمكن يكونوا مرشحين اخرين من الغدا، فلا زال هذا الشيء محلول اليوم وغدا وبعد غدا، يعني القانون تضمن الحقوق ديال الجميع يترشحوا، ولكن الترشح ديال سي العنصر ما كانش مفاجأة أبدا، فكان متوافق عليه وتوافقنا عليه ومشينا اقترحنا عليه مجموعة من القياديين، مشينا عنده اقترحنا له أنه يستمر، وكان التوافق بهذا الشأن هذا يعني. ولكن إذا كان بعض الناس قياديين أو بعض المناضلين كتوفر فيهم الشروط ديال الترشيح ما مقتنعينش بهذا الامر هذا يترشحوا، يعني الحمد لله حزب واسع وديمقراطي ومفتوح ومنفتح الحدود لحد الى بقات الامور هكا تنظن، يعني مناضلين غادي يعبروا على الراي ديالهم. راه سي العنصر راه امين عام، وراه يعني الحمد لله رجل دوله ورجل كيتسم بالحكمة وبالتبصر وتجربة كبيرة وما يدخلش كاع للسباق في الحقيقة. أنا من الناس اللي طلبت سي العنصر باش يتقدم، وما يمكنش نطلب سي العنصر باش يتقدم وأنا نمشي نترشح. فيعني توافقنا على الأمر، توافقنا عليه حنا، ماشي أمال عامة ماشي هي الهدف. الأمال العامة صافي تحسم الأمر ديالها، غادي يتأكد من طرف المؤتمرين، هذا هو اللي كاين، هي الديمقراطية، ولكن اللي كنشوفوا فيه كيفاش ندبر الأمور ديال الحزب من بعد إن شاء الله، اللي باش نضمنوا له واحد المكانة سياسية في الحقل السياسي المغربي، ويكون حاضر في الاستحقاقات المقبلة، وعلى مستوى التنظيمات، وعلى مستوى التواصل، على مستوى التأطير، على مستوى التنشيط، على مستوى المواكبة، على مستوى الانخراط في المشروع المجتمعي الكبير، على مستوى المساهمة في العمل التشريعي، في مراقبة الحكومة، تطوير الأفكار ديالنا، تطوير القطاعات اللي كنشرفوا عليها، كيف نبلور الفكر الحركي والمشروع المجتمعي الحركي في إطار السياسات الوطنية والسياسات العمومية. هذا هو الرهان الكبير جداً.